مساء الليل، ازيكم؟ عاملين ايه؟ يا رب تكونوا كويسين، كل سنة وانتم طيبين. انا بشكر تفاعلكم معايا على الفيسبوك وعلى اليوتيوب، واتمنى دعمكم. خلينا نكبر الصفحات والقناة والكل يعرف، مش طالب منكم حاجة اكتر من كده. الرحلة النهاردة هرويها على لسان احمد، عارف انها صعبة بس صدقوني اختصرت منها حاجات كتير، اختصرت منها مواضيع كتير عشان اقدر اقدمها لكم بالصورة اللي انتوا هتشوفوها دلوقتي. واللي بيقول لي قول كل حاجة كاملة، ما ينفعش، مش كل حاجة ممكن اقولها، او على الاقل في المرحلة ديت. رحلة النهاردة غريبة جدا، من اغرب الرحلات اللي انت هتسمعها مني، هرويها على لسانه زي ما تروت لي بالظبط. انا احمد، طبعا مش هكرر ان انتوا كلكم عارفين سلسلة الرحلات اللي اتعملت وسلسلة الاحداث اللي انا بمر فيها من تقريبا 25 او 30 سنة وانا بمر بالمواضيع دي. كنت خلاص بدأت اتعود على وجودها في حياتي، وكنت خلاص بدأت اتأقلم عليها، وكان نادر جدا ما بيعدي يوم من غير ما الاقيها موجودة معايا او عندي، لدرجة اني ساعات كنت بسألها بقول لها هو انت ما عندكيش شغل هناك؟ فكانت تقول لي انت شغلي. كانت بتيجي حتى وانا شغال في البيت او شغال في المكتب، وتقعد تمليني حاجات هي من دماغها كده من غير ما اسألها عنها. وكنت عادة بسجل الحاجات ديت، وكنت بكتب كل كلمة بتقولها في مذكرات او في كتاب عندي عشان ارجع له بعد كده. وكانت بتيجي تقعد معايا بالساعات، او اخش البيت الاقيها موجودة. وكان الحاجة الوحيدة اللي بتحرجني انها بتبتدي تشتغل معايا بطريقة مش كويسة، لو عايزة تتكلم وعندي ناس، زي توقع حاجة، تطلع صوت خبط، تطلع صوت كلب، قطة، اي حاجة في المكان اللي انا فيه، تخلي الناس اللي موجودة تبتدي تسأل ايه الاصوات دي. وغالبا كنت بقول لهم نغير المكان عشان المكان مش كويس، واتحجج ان في جيران او ان الكافيه اللي احنا قاعدين فيه دوت مش كويس او. وطبعا زي ما قلت لكم ما بتديش اشارات لوجودها، ورغم اتفقت اكتر من مرة. جات لي في مرة من المرات ما لقيتهاش، وكان عندي في الفترة دي ضغط شغل كبير جدا، فما افتقدتش وجودها للدرجة الجامدة، لاني كنت بشتغل تقريبا 16 ساعة في اليوم ومش فاضل اي حاجة، مجرد ان انا حتى ما بروحش الجيم، برجع انام وخلاص، مش اكتر من كده. بس في الفترة دي لاحظت حاجات غريبة، كانت مجموعة قطط سودة كبيرة وكتيرة بدأت اشوفها، وبدأت احس بيها حواليا في كل مكان، كل مكان اروحه اشوفها واسمع اصوات خطوات عندي في البيت، اقوم اقول دي هي، افتح الباب واطلع ما لقيش حد، اسمع صوت خبط جاي من الاوض كلها، الف البيت كله ما لقيش حد. استغربت، قعد الحال ده اسبوع تقريبا، حاولت ان انا اطلبها اكتر من مرة ما جاتش. توقعت ان اكيد في حاجة منعة انها تيجي، رغم ان انا وضع طبيعي، حياتي ما فيهاش اي شيء، وجا في بالي ان هي خلاص كده خلصت اللي كانت عايزاه، مش راجع تاني. بس كنت غلطان. في ليلة وانا نايم شميت ريحتها، وانا عارف الريحة بتاعتها، قمت لقيتها قدامي، بس كانت عينيها فيها خوف وغضب. قلت لها انت كنت فين الفترة اللي فاتت دي؟ عملت لي كده، انت هتيجي معايا. قلت لها هاجي معاكي فين؟ قالت لي هتفهم. حطت ايدها على كتفي، زي كل مرة ما بين النوم واليقظة لقيت نفسي واقف في الصحراء، بس الصحراء دي ما كانتش زي كل صحراء بروحها، كانت الارض او التربة تحس انها برتقالية قوي 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 وممدودة. وكنت واقف في مكان وفي جنب ستارة سودة على ايدي الشمال، وانا
واقف في المكان ده، والغريب ان ما كانش فيه صوت، تحس ان مفيش هوا او ان الهدوء درجة غريبة جدا. بصيت حواليا ملقتهاش، بقولها انت فين؟ بصيت يمين بصيت شمال لقيتها قدامي، كانت بشكل اول مرة اشوفها فيه. كانت لابسة حاجة كده زي قطعة واحدة كلها لونها اسود، قطعة واحدة معرفش اسمه ايه، واول مرة اشوف قرون ليها، وكان القرون زي ما يكونوا خشب ملفوفين وتقريبا واصلين لبعض، وكان في تاج هنا بالشكل ده. التاج ده كان صغير وكان هنا، وكان في ايديها عصاية طويلة تقريبا بطولها، وفي اخرها راس وماسكة العصاية من النص. بصت لها كده قلت لها ايه ده؟ قالت لي اسمع انت هنا في المحكمة. قلت لها محكمة؟ قالت لي اه انت هنا في محكمة الجن. قلت لها زي اللي بسمع انا عند شمهور ده في المغرب؟ فقالت لي لا الكلام ده فاضي، انت هنا في المحكمة الحقيقية محكمة الجن. قلت لها طب ليه؟ ايه اللي حصل؟ قالت لي في شكوى جت، في كيانات اشتكت ان انت بتحاربهم او ان انت اذيت حد فيهم بدون ما يأذوك، وان انا بساعدك، وان معاك ملكة من العالم السفلي اللي هو احنا بساعدك، وده فيها هلاكي لان دول بني جنسي. قلت لها بس ده ما حصلش. قالت لي هتقعد وهتشوف، مطلوب منك حاجتين. قلت لها ايه؟ قالت لي اوعى تكذب. بصت لها كده قلت لها يعني ايه؟ قالت لي اوعى تكذب، اي سؤال تتسأله ترد عليه زي ما هو مهما كان. قلت لها اوكي، وتاني حاجة عينك في الارض ما تبصش للي هيكلموك. قلت لها ليه؟ قالت لي لان هيقولك من غير تجسد، زي ما انا هروح ورا الستارة وهظهر على هيئتي الحقيقية وهكون بدون تجسد، وما تخافش من صوتي او من اي صوت تاني، بس ما تكدبش لاني هيعرفوا. قلت لها يعرفوا ازاي؟ قالت لي هتعرف بس ما تكدبش. في اللحظة دي قدامي شوية كنت شايف زي تراب جاي من بعيد او غبار جاي من بعيد، راحت رايحة ووقفت ورا قالت لي وط راسك في الارض. نزلت راسي، انا ما كنتش عارف اصلا مين اللي قدامي او ايه اللي قدامي، بس سامع خطوات قدامي وهمهمة زي ما يكون ناس بتتجمع قدامي، بس مش شايف حاجة لاني واقف حاطط راسي في الارض كده، حاطط راسي في الارض وانا قلقان، انا مش عارف ايه اللي بيحصل. كل اللي في قلبي اني ايه اللي انا دخلت فيه نفسي ده، ما انا كنت مرتاح، ايه اللي خلاني اخش في كل دوت؟ مفيش دقيقة وسمعت صوت غليظ او رخيم معنى اصح، او صوت زي ما تقول في صدى احكي. فانا اتكلمت قلت انا معرفش انا هنا ليه، انا ما عملتش حاجة. لقيت صوت تاني بيقول والبيت كذا كذا كذا، افتكرت البيت ده انا كنت روحته، كان فيه طلسم معمول لو كان واحد محضر طلسم ومات، والكيان ده سكن القصر او البيت دوت واذى اصحابه. قلت له البيت دوت كان فيه كذا وكذا وكذا، انا ما اذيتش اللي فيه، هو اللي اذى الناس وطلع الناس منهم وانا رحت صرفته. ردت هي مرة واحدة وقالت وانا ما ساعدتوش في حاجة، انا اتجسدت فيه عشان يعرفوا انه انا موجودة مش اكتر من كده، لكن لا اديته اي طلسم ولا اديته اي شيء. واتكلمت بلهجة او بلغة انا ما فهمتهاش، كان صوت زي صفير كده، بس كنت ملاحظ انه مش صفير، انه زي كلمات بتتقال بس انا مش فاهمها. جه واحد تاني او صوت تاني بيقول لي وتاج تاج. قلت له اللي حصل في شقة الدكاترة ان كان كذا وكذا وكذا، ودي كانت جاية للأذية بناء على واحد مسخرها للأذية، وهم الناس مش مؤذيين ولا اذوها وعملوا كذا وكذا وكذا. ردت هي نفس الوقت بعد ما انا ما خلصت قالت ده انا ما ساعدتوش في الموضوع ده ولا اديته شيء، انا حضرت معاه
بس، وهو اللي اتصرف لوحده زي ما هو عارف وصفير. وبدأ سألوني على 4 5 حاجات هبحكي لكم قصصها قدام. بس انا كنت عرقان جدا، الجو كان حر حر لدرجة ان انا افتكرت ان الشمس فوق دماغي، وكان صوتها صفير بس انا حاسس او مش حاسس، سامع همهمة بين اطراف وطرف، يعني في زي طرف تاني بيتكلموا معاه. تقريبا حوالي 1.5 ساعة ما عدتش الوقت، مرة واحدة السكوت تام وهوا بارد بدأ يجي. انا كل ده انا حاطط راسي في الارض او موطي كده، مش عايز ارفع نظري زي ما قالت. وانا واقف كده لقيتها بتقولي يلا، بصيت لها كده لقيتها هي بشكلها اللي انا متعود عليه، فانا مش قادر اتكلم وباخد ريقي بسرعة. قلت لها في ايه؟ قالت خلاص كده. قلت لها خلاص؟ قالت لي اه يلا، ومسكتني من ايدي وطلعت بره. لما مسكتني من ايدي وطلعت بره وقعدنا نتمشى، قلت لها هو ايه اللي حصل؟ قالت لي الكذب او اللي كذب عليهم هيتحاسب. قلت لها طب سؤال، هم عرفوا منين ان انا صادق او كاذب؟ قرينك كان معاهم. بصيت لها كده قلت لها قريني؟ قالت لي ايوه، هما بيستدعوا قرينك، وكل حاجه انت بتقولها قرينك بيرد عليها. قلت لها طب ما ممكن يكذب؟ قالت لي لا، يكذب عليك ما يكذبش عليهم. كانت معلومة أول مرة أعرفها، إن هما بيتواصلوا مع بعضهم البعض أو بيستدعوا بعضهم البعض. وإحنا ماشيين لقيت نفسي مرة واحدة على شط بحر، فقعدت كانت القمر راسم خط في المية، خط طويل في المية، وليلة ضلمة مفيش غير القمر بس. طلع أنا عطشان أنا عايز أشرب، فضحكت قالت لي حاضر هجيب لك حاجة تشربها. فعلا دقيقة ولقيت زي جوزة هند معايا، شربت منها بس انا مش عارف انا شربت فيها ايه، هو تقريبا جوز هند على طعم اناناس على طعم لبن. فبصيت لها كده قلت لها هو ممكن ده يحصل تاني بعد كده؟ قالت لي وارد. قلت لها عشان كده قلت لي ما تكذبش؟ قالت لي بص، انت لو كذبت هم هيعرفوا وهم عارفين كل شيء، بس كانت تبقى نهايتك ونهايتي. قلت لها نهايتي ازاي؟ قالت لي باي شكل من الاشكال، ابسط ما فيها يسلطوا عليك واحد يفضل في جسمك، دي ابسط ما فيها، يشلك يموتك يحصل اي شيء. قلت لها وانت؟ قالت لي انا هتنفي او اقل ما فيها هتصفد او هتربط تحت الارض. سكت، بقيت قاعد باصص على الميه ومش عارف اتكلم، وهي واقفه جنبي وفي ايدها العصايه دي. فببص لها كده وببص للعصايه، كانت عصايه كبيره ومزخرفه كلها ولونها تقريبا بني بني محروق. تقول لي عجباك؟ فضحكت قلت لها ده عامل زي عصاية موسى. فضحكت قلت لها صحيح، بمناسبة العصاية طلسم موسى ده ايه؟ قالت لي قصدك الطلسم اللي كان على العصاية بتاع سيدنا موسى؟ قلت لها ايوه. وفين العصاية دي؟ قعدت قالت لي بص، اول حاجة العصاية دي ما يعلمش مكانها غير ربنا سبحانه وتعالى. قلت لها ونعم بالله. والطلسم؟ قالت لي مفيش طلسم. قلت لها ازاي مفيش طلسم؟ ده في طلاسم مشهورة اسمها طلاسم موسى. قالت لي مش صحيح. قلت لها امال ايه ده؟ قالت لي دي عصاية هبة ربانية، ربنا سبحانه وتعالى كان بيديها القدرة على كل شيء بدون سحر، بامره كن فيكون، ما كانش عليها طلاسم. كل ما في الامر اني المشعوذين والشياطين بيضيفوا صيغة دينية للمواضيع ديت، فكانوا بيسموه طلاسم موسى عشان اي واحد داخل المجال ده جديد ما يعرفش هو ايه. فسكت. قلت لها انت قصدك زي الكتب اللي بتتكتب عندنا الموجوده في عالمنا زي شمس المعارف وكذا؟ وقالت لي ايوه. قلت لها يعني ده كل ده مش هي؟ قالت لي لا، في كتب فيها حاجات حقيقيه. قالت لي كتاب شمس المعارف دوت؟ قلت لها اه. قالت لي اول كلمه فيه ايه؟ قعدت استرجع كده قلت لها هذا ما اتلاه ما تلاه سليمان على وزيره آصف بن برخية. قالت لي صح، ده اول كلمه في النسخه الاصليه، انت تفهم منها ايه؟ قلت له انا لو مش فاهم اقول ان ده كتاب السحر بتاع سيدنا سليمان ودي التعليمات بتاعته اللي اداها لآصف بن برخية. قالت لي بالظبط هم ده اللي عايزينه، غير ان هو بالعربي يعني اي حد يقرا فيه. قلت لها اه. قالت لي فوق في النسخ الاصليه مكتوب ايه؟ سكت. قلت لها لله الاسماء الحسنى فادعوه بها. قالت لي بالظبط، هم بيدخلوا السحر
والدين في الامور ديت عشان يختلط على الناس وكل واحد يفتكر ان هو كده بيستخدم السحر، وحاشا لله ان سيدنا سليمان يكون استخدم السحر. فسكت وبصيت للبحر قلت لها شيء غريب كل دوت بعمل يعني بيعز من الرجيم يعني؟ فقالت لي ايوه هو الرجيم اللي بيعمل كده. انا معرفش كلمة الرجيم جت على لسان ازاي، بس حاسس ان انا سمعتها منها قبل كده لما كانت بتكلمنا عن ابليس الملعون، كانت بتقول الرجيم الرجيم، ولاحظت انها لما بتتكلم صوتها بيكون متوتر وهي بتقول الرجيم او بتحاول توطي نبرة صوتها. فسكت قلت لها طب انا عايز اسأل سؤال، ايه موضوع ابليس وتحضيره؟ هو عايش فين اصلا؟ فسكتت قالت لي عايش هنا. قلت لها هنا هنا معاكم؟ قالت لي لا عرشه هناك، وشاورت لي على المية. قلت لها هناك فين؟ قالت لي هناك على المية في منطقة من المناطق. قلت لها انتوا بتشوفوه؟ قالت لا. قلت لها مين اللي بيشوفه؟ قالت اشدنا كفرا وطغيانا بيتقرب منه، عرشه على المية، عامل عرش على المية ومحاوطه بالحيات والتعابين ومحاوطه بأشد الشياطين كفرا، وبالنسبة لهم المحظوظ هو اللي يقابله وبيركع تحته، لكن احنا ما بنشوفوش ولا بنتعامل معاه ولا لينا الصلاة بيه. شيء غريب. قلت لها يعني هو شايفكم وانتوا شايفينه؟ قالت محدش بيشوفه، المقربين ليه بس، ولما بيكون وصل لمرحلة من الكفر شديدة جدا بيقربهم منه، مش اي حد يشوفه. قلت له ممكن نتحضر ولا ما ينفعش؟ ما ينفعش مظبوط. سكتت وبصت لي قالت لي لا بيتحضر وبيحضر. كانت معلومة غريبة جدا ليا. قلت لها بيتحضر؟ قالت لي ايوه بيتحضر وبيحضر. بصت لها كده قالت لي عايز تعرف ازاي؟ قلت لها من باب العلم بالشيء مش اكتر. قالت لي اسمع، هتقعد 21 يوم على الاسودين. قلت لها ايه الاسودين دول؟ قالت لي المية والزبيب الاسود. قلت لها اوكي يعني اعمل فيهم ايه؟ قالت لي هتعيش عليهم. قلت لها طيب. قالت لي تكون قاعد في خرابة او بيت مهجور معزول محدش يخش عليك ال 21 يوم دول. قلت لها اوكي وبعدين؟ قالت لي هيكون معاك فروة، طبعا انا مش هذكر كل شيء بالتفصيل، وهيكون معاك فروة السوداء للشاي السوداء فارشها وقاعد على الارض، وبعدين وهتجيب كبد فرس ميت، لسان حمار ميت، مخ حمار اسود ميت، مرارة قط، شعر كلب اسود ميت، دم حيض لبنت ما وصلتش لسن الجواز او ما اتجوزتش قبل كده، تخلطهم كلهم في مبخر نحاس وتدفنهم لمدة 21 يوم وتضيف معاهم كذا وكذا وكذا. بصت لها كده قلت لها دول ينضفوا معاه؟ قالت لا لمدة 21 يوم يندفنوا في الارض. قلت لها وبعدين؟ قالت له وبعدين هتقعد في نفس الاوضة دي بعد 21 يوم، الاسماء دي ودي 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 هتتلوها وانت متوضي ببولك، ويكون معاك صحن فيه دم الحيط هتغسل بيه وشك، وهتقعد تتلو الاسماء ديت ده 1000 مرة ده 700 مرة ده كذا وده كذا. قالت لي على الاعداد لكل اسم. قلت لها وبعدين؟ قالت لي هتتلو التعويذة ديت، وراحت قايله لي تعويذة حوالي تقريبا صفحة، قالت لي هتتلوها 1000 مرة. قلت لها وبعد 1000 مرة؟ قالت لي هتبتدي تشوف خنافس تطلع لك وجاية جارية عليك وعقارب جاية جارية عليك، ما تخافش خفت انت مت. بعد ما يخلص الخنافس بالترتيب ده والعقارب بالترتيب وراها الحيات، هيبتدي يظهر لك حيوانات بدون رؤوس، وهيبتدي يظهر لك جثث بدون رؤوس، ناس جاية بدون رؤوس وكله جاي جري عليك، اثبت. ومرة واحدة هتلاقي دخل عليك واحد ضخم ليه زلومة زي زلومة الفيل. قلت لها ده عزازير ابنه؟ قالت لي لا مش ده، اسمع تستعجلش. سكت. قالت لي هيخش عليك دوت وهيكون جاي بسرعة عليك، هتتلو عليه قسم اسمه الخضوع،
قلت لها ازاي؟ قالت لها تقول له اخضع بحق، وراحت تاليه عليا طلسم. قالت لي هيجي لغاية عندك، هيروح نازل على ركبته وهيطلع زي ورقة او جلد كبير ويبتدي يتلو عليك الشروط بتاعة العهد، اول ما توافق عليها هيديك سكينة ذهب بتقطع ايدك او بتجرح ايدك وبتوقع بالدم بتاعك، بيلفها وبينصرف، تنام على بطنك وتتلو التعزيمة دي لمدة كذا، وترجع تاني تقعد تشغل البخور الكذا وتتلو القسم ده هيجيلك. قلت لها هيجيلي في ايه؟ قلت لها هيتجسد لك، طلع لك من الحيط، هتشوفه نص انسان وتحت نص فرس بقرونه بشكل انت مش هتشوف وشه، لان لو شفته انت هتموت. وهيبتدي يقول لك عهدك معايا الخراب، الدمار، الويل، على اعدائك، على اللي انت عايزه، هديك الدفائن، هديك الكنوز، هديك وهديك، تحس انه ملكك الدنيا كلها في ايد، وفي الايد التانية مش عايز منك حاجة، بس مجرد ما خدت منه العهد انت كده انتهيت. قلت لها ما ينفعش بعد كده؟ قالت لي لا، عهده ما يفكوش غير الموت، مفيش حاجة تفك العهد بينك وبينه. قلت لها هو في ناس بتعمل؟ قالت لي للأسف فيه. قلت لها كتير؟ قالت لي شوف، هو يا بيختار يا بيختاروه. قلت لها ازاي يعني بيختار يا بيختاروه؟ قالت لي احيانا بيروح لواحد تقي جدا مش عارف يخش له، او الشياطين مش عارفه تخش له في مسلك من المسالك، يستناه في لحظه ضعف شديده، مرض حد من عياله، تعبه النفسي، عنده مشكله كبيره، حاجه بتهدد حياته، ويظهر له ويعهده على بيع روحه مقابل ان يخلصه من الحاجة ديت. قلت له اللي بيحصل؟ قالت لي اللي بيحصل ان بياخد العهد معاه وبيسيبه كده، بيكون ضمن انه ضيع دنيا واخرة، ولو هيساعده هيبقى ليه خطة ليه قدام شوية، زي يستخدمه في التأثير على الناس. يعني لما تشوف مثلا شيخ دين ورع ويبتدي يشكك في الدين او يشكك، اكيد ناس كتير هتبتدي تتبعه. قلت له مظبوط. قلت له طيب وده على طول كده؟ قالت لي اه هو ده طريقته. وانا ببص لها كده كنت مستغرب جدا، كانت معلومات كتيرة جدا وكان قلبي بيدق بطريقة صعبة. قالت لي ما تقلقش، انت لسه هتعرف كتير وهتعرف اكتر من كده. قلت لها طيب انا عايز ارجع خلاص كده. فضحكت، قالت لي انت رجعت خلاص؟ ببص لقيت نفسي فعلا في البيت ولقيتها هي واقفة قدامي. قلت لها طيب خلاص هشوفك مرة تانية ان شاء الله. فقالت لي انا عايزة منك بس حاجة واحدة. قلت لها قولي. قالت حصن نفسك كويس ودايما خليك قريب من ربنا. قلت لها حاضر، وفي لحظة اختفت من قدامي. دي كانت مرة من المرات اللي انا رحت فيها هناك، طبعا انا اقصد احمد. ان شاء الله هكمل لكم الفترة اللي جاية حاجات برضو زي كده. اتمنى اشوفكم بخير، مع السلامة.